امال ايه سر الخناقه اللي دارت في الجيم وطلع ناس كتير اتكلمت؟ مفيش كلام ده خالص. وانت ضربت احمد عز واحمد عز ضربك؟ لا لا ليه انت ما سمعتش الكلام ده؟ سمعته طبعا. طيب الكلام ده مش صح, لا طبعا ولا في اي تشابه. الناس بس اتكلمت, كانت معرفش بقى هل هو نوع انه مثلا عايز حد عايز يعمل مشكله, حد عايز يكبر حاجه. احمد عز صاحبي جدا, احمد عز راجل محترم ونجم كبير وانا بحترمه جدا بصراحه. ولما حصل موضوع كلبش والخليه الناس فهمت انه ده شبه ده, بس الناس بعد ما اتفرجت على كلبش واتفرجت على الخليه لقت انه ما فيش ولا حاجه من المسلسل اللي هي في الفيلم, فالموضوع كان مختلف تماما. يعني ما فيش خناقه حصلت؟ لا لا عمري ما اتخانقت مع احمد عز. طب انت ممكن تطلع بدور تاني مع احمد عز زي ما طلعت في السقه؟ ما اطلعش. دي احمد عز راجل نجم كبير واتمنى اشتغل معه طبعا, راجل قبلي واقدم مني ونجم سينما نمره واحد, وما عنديش مشكله خالص طبعا, يعني مستحيل. يعني في بعض الناس بيقولوا مسلسل كلبش نجح اكتر من مسلسل احمد السقه في رمضان اللي فات, عشان السقه اتعرض حصري وانت ما اتعرضش حصري. لا بص, هو ما ينفعش تقارني اصلا المسلسل ده بالمسلسل ده. يعني لو عايز اقارني قارني بقى المسلسلات كلها ببعض. انت فاهم؟ اه بس الاثنين اكشن. لا ما كان في مليون مسلسل اكشن, يعني كان في عمرو يوسف وفي مع عمرو سعد, كان في كذا مسلسل اكشن تمام. بس الفكره ممكن يكون العرض بتاع مسلسل احمد السقا مثلا زي ما انت بتقولي مثلا ممكن يكون حصري تمام. كلبش كان نازل على قنوات كتير جدا, ونازل في على قنوات قريبه من الشارع وقريبه من الناس زي قناه الحياه والسي بي سي وبتاع, فالقنوات دي طبعا فادت المسلسل. طبعا فادت المسلسل بشكل كبير جدا, فكان في انتشار غريب في الموضوع ده بصراحه. يعني وامير كراره بعد كلبش اتنقل لنقله تانية بقى موضوع تاني؟ لا خالص, هو زي ما انا زي الفل تمام. لا تمثيليا ادائك اختلف؟ ربنا يسهل عشان نشوف بقى السنه الجايه هيقولوا عليا ايه الاداء اختلف ولا ما اختلفش. بس يعني راي الناس لما شافوك قالوا لك ان انت مختلف كلبش؟ كل الناس اللي شافتني قالت لي انت اختلفت, حتى زمايلي الممثلين, حتى الناس اللي بيشوفوني في الشارع, الناس شايفاني بطريقه غير النقاد ما شايفاني. يعني ما اعرفش طبعا, كلامهم بحترمه جدا وبتاع, وبيفيدني ان انا افضل مركز بقى السنه الجايه ان انا اغير من طريقه تمثيلي مثلا, جايز كده انا مخطئ في حاجه في التمثيل. يعني مش عارف, بس هو كل واحد هو في اسلوب تمثيل, يعني في طريقه الواحد بيمثل بيها. يعني مش عارف, جايز بقى يعني السنه الجايه بقى مختلف, ما اعرفش. طيب انت قلت ان انت قبلت دور في مسلسل روبي عشان الفلوس, مظبوط الكلام ده؟ مظبوط. مظبوط. طيب هل ده معناه ان انت ما كنتش راضي على الدور؟ لا مش ما كنتش راضي على الدور, بس احنا ساعتها المشكله اللي ما فكرتش فيه موضوع الدور, لان احنا كنا ساعتها الثوره قامت وكنت لسه جاي لي مولود جديد وما كانش معايا فلوس, وكنت لسه ما بداتش ان انا اشتغل او انتشر بشكل كويس يعني, فكان لازم اشتغل. فلما جالي المسلسل عملته عشان خاطر فلوس, لاني حملت هم ان في طفل جاي, فعشان اشتغل وبتاع ما اقعدش في البيت. بس بعد كده اتفاجئت طبعا برد فعل المسلسل, كان غير طبيعي.